دو روتور، رجعنا للميسيون، رجعنا للفقرة هاتش عندك، واليوم باش نعملوا حصة خاصة. أنا باش نسأل وأنتم باش تجاوبوا. أيوا هيا اليوم يا جماعة، جبت لكم عطينا بلان لارج. أنتم السادة وأنتم المادة، هذا متفقين، أما المادة صعيبة في الوقت هذا. اليوم يا جماعة جبت لكم الخابية بيدها. الخابية بيدها، يقول القايل الخابية، علاش تسميت خابية؟ من قعر الخابية، خاطرها متخبية، زعما فيها العسل، فيها الزيت، فيها السمن، فيها شنو حسب رايكم؟ شو بكري يخبوا فيها كل حاجه؟ العول جابت اجابه نور قريبه. انا نقول خابيه خاطر حاجه متخبيه، معناها ما تكون متروكه، خبيوها حتى في الحيط. اي هي متخبيه الاجابه هذه. الحقيقه انا سيف قال حاجه اخرى، اعطيه فرصه مسكين. هذيك حكينا عليها وصنعنا بغمات صحانا فيها، اما الحقيقة انا حبيت نختبركم ونقوي قدراتي ونعرفها زادة، انا ما نعرفهاش. به باش اسألكم، شنية اكثر حاجة كنتوا تمنوا بها وانتوا مصغار؟ كلنا نقول نتصور اي انسان عاش هكا في صغره، ما ماتوا تحكي له عزيزه عاشكون بشكارة. الغول ولا بشكارة؟ قبل يقول بشكارة. به عنا الخرفة الاولى، شكون؟ لحظة لحظة، ام صبيان. هاي صحيح، مش نحكيو عليها ديجا، مش نحكيو عليها. به أميرة، ونرجع لك ونقول لك شنية كنت تمثل لك الحكاية. الخرفة الأولى يقول لك ذي معنية بنساء أكثر، ما تبشطش شعرك في الليل خاطر شعرة السعد تطيح. شكون يقولنا شعرة السعد وين؟ في المغيرة. هذا الاسم الصحيح. صحيح أمير، برافو بربي، نحب تصفيقة زاد على ديجا مش على الخابر. به الخرفة الثانية، كي تحكك يدك اليمين معناها باش تقبل راس الشر هكا، تبدا الفلايسات والدنيا وكذا. انا في بالي باش تدفع. باه كي تحكك يدك اليمين معناها باش تجيك فلوس، باش تقبض اليسار. كي تحكك يدك اليسار معناها باش تعطي. عندي 4 سنين تحك فيك اليسار. انتوما يا جماعه شكون صارت معاه الحكايه هذه؟ انا الحقيقه اليمين ما نقبض شيء. انا والله الحقيقه كيما امير ديما اليسار تحكني من الشارع. انا كنت نقرا ديما اليمين تاكل في، مليت وليت نخدم وعندي ودارت الفلوس في يدي، وليت ديما اليسار. الخرفة الثالثة تقول لك إذا فحجت على أخوك الصغير يطلع قصير. وكان فحجت عليه وغلط، فحجت ترجع تعاود فحج عليه بالعكس باش تصلح غلطك. اللي رتور. الخرفة الرابعة، ما تقعدش تحل وتسكر في المقص. أمك وبوك خاطر أمك وبوك يتعاركوا بليتو يعمل العركة. يقول بل نستفزن بها وأنا صغير. الخرافة الخامسة، ما تغسلش الصابون نهار عرفة. حسب رايكم علاش يا جماعة؟ قولوا لنا صابون نظيف كيفي؟ هيك صابون نظيف. لا هذه إجابة تقتل بالضحك. حضر لي ضحكة أمنا، حضر لي ضحكة مزيان. أي قال لك ما تقعدش ما تغسلش الصابون نهار عرفة على خاطر شنو؟ خاطر الحجاج يزلقوا. صحيح أمير. ليه ما صدقش. خرفت. بالحق موجودة هكا. والله يقول لك الحجاج يزلقوا. يهبط من عرفة يطلع الميناء حسيلو يعمل. ما تغسلش معناها انت تغسل صابون في قروان وشي يوصل الغاز. يزلق في مكة. بيه خرفت، ربي يهديهم وكا. بيه الخرفة السادسة تقول لك ما تقصش ظفرك في الليل، مش مليح. هذه ما قالوا ليش علاش، ما يقولوا لي قبل ما تقصش. عندي. هاي يا أمير، شي يصير يا أمير؟ ذبذبات السلبية. هاي يا أمير، نعطيك فرصة، ديما نعطيك فرصة. يصبح فقير. اش تربح يا أمير؟ عندك هدوء الليلة. طير البركة، أنا نقول طير البركة. عندها حاجة أخرى؟ أنا مش جاوب ولا ما يقول لي. هاي يا أمير. هاي. كيفاش؟ لا يا أمير نعطيك فرصة، خليك تخم فيها الأخر. سيلك حاجة خايبة. صحيح طيب، قلبي طيب. سيلك حاجة خايبة. ليه؟ تموت عضو من الأعضاء يقف على ال. صحيح أمنا، برافو. القلب يقف يموت؟ لا ها، عضو من الأعضاء أو بالأرجح الساق يقول لك تقص. تقص اللطف. أنا ما عليك، أنا قصتهم في الليل. فهمش كيفاش ناس بكري يخم. عايشونا بالجاية ميسانا غينا والله، عايشونا بالجاية. ما تقصش دوافرك هكا ساقك تتقص. كل شيء مش مليح. كل شيء مش مليح. حتى ما تقول لك شبيك ما تضحكش، تو أضحك أنا مش مليح ما تضحكش. بيه الخرافة اللي من بعدها يقول لك يا سيدي يا بن سيدي، كي تبدا تتكلم وقرضك لسانك
معناها ثم شكون يحكي عليك بالحي صح عندي امير برافو 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 ديما عمر استاتوني قطع فيك يا ريس اذا توا باش تسافر يصبوا الماء وراك حلاب الماء باش ترجع سلامات ويقبل النهار كله تصب وراه الماء والا يقولوا اذا كان ما تصبش وراه الماء يقولوا راهو مش مليح اذا كان ما تصبش اي طياره تطيح الخرافه اللي بعدها ما تخليش المهريس على قاعه وحطه مقلوب هذا ما نعرفش برايكم عليه هذا ما نعرفش باش الشيطان ما يرعبش وسطه حاجه هكا باش الشيطان ما يلحسش يدخلك ما الشيطان ايه الشيطان اللي يعرف حكايته كل كله مش مليح كل باليمين باش ما ياكلش معاك ايه مازال الشيطان باش تراوه في كل بلاصه الشيطان يلا حضرنا ما تقدر خير يلا فاستك اخلب شليكة لحظه بيه كي تتكسر حاجه قول طار الشر ومش مليح اللي ما معطاوش علاش وكيفاه بيه الخرافه اللي بعدها كنت تفرفطوا في ديك لحظه كسر كيس مزيان يقول لك تو انا جينا اخويا اللي حشتك بيه اخويا ما تخليش السجاده محلوله حسب رايكم علاش صلي عليها الشيطان باش لا باش ما يصليش عليها الشيطان الشيطان فاضي باش يحل سجاده ويحل عليها معلي لطيف نسقبل اخويا قالوا اخويا ربي يهديهم كي حكك خشمك يا سيدي شكون لي مات قريب ودنيا وكا بروده حساسيه حكك خشمك معناها ما تعرفها معناها حب لحمه لا 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 شي هي حاجه لا 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 عاش معناها كي حكك خشمك معناها راك باش تشم هوا جديد سافر باش تتعارك مع شكون يا لطيف سبع الطاف من بير الصفصاف البير بروطه مع عبيد نهار كل خشمها ياكل عرفتها توا في نزله البرد وكل شيء الناس كلها تبدا تحك كيف خشمها وتبدا تعطس صح فهمت ما تقولش كلمه ملح على الصباح قول ربح وقول ربح ربح برافو صحيت على خاطر مش مليح كي تقول ملح بيه الخرافه من بعد اذا سمعت صوت الغراب والا البومه حاجه خايبه تصير 800 شي لحوم 800 مشكون شي 100 و100 تقريب و100 تقريب كي تحط بومه فوق الدار يقولوا سيد دار ذكرى باش يموت صح وكنت عسى عليك كنت استنى هما كل الصباح هاي ما تحماش مش حوايج يا لطيف ما اشنا ماما في بومه فوق الدار اي يا سيدي اي يا سيدي اي يا سيدي خليك شوف كيفاش يمنوا بها هما ساعات صدف تصير اي ساعات كي يشوفوها بالحق ومن بعد بجمعة تموت حد في دار ذيك يتوفى صحيح تبدا الحكاية البومة هي السبب تبدا بصدفة صحيح تبدا بصدفة صحيح الخرافة رقم 15 أنا راني شاد في العداد والعداد والدنيا خاطر أنا اخترت شوية من برشا ولو شوية وبرشا هما ديجا هذه تحب لها سيري كاملة كي تبدا طنجرة على الغاز وتعمل تبدا تغلي الطنجرة تعمل في الحس بكبك هكا فهمتني علاش حتى طيب صلصه معناها الغيزونمون العادي كي تبدا كيكا تغلي كل شيء معناها باش تشتري منها البركه لا الطنجره هذيك كي تبدا تغلي تحسك تبدا تتكل في بعضها هكا وتبدا بس عركه في الدار لا 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 باش يجيك ضيف والطنجره ياكل منها الضيفه اللي في انا في بالي الفرطاتو نتاع الضيفه ما تعطيش رقم 16 ما تعطيش الملح ولا الغربال وقتاش الوقت في المغرب بعد المغرب ديما احنا خاطر عنا عنا حكايه مع المغرب احنا بعد المغرب نوبه الرزق ايوه صحيت المغرب بعد المغرب لا خشينا نخرج حتى شيء هذه علاش خاطر مربوطه بحكايه اللي قالها امير ام الصبيان صارت الحكايه ديجا كان فصل الغربيل وهذيك الصغير وهذيك بعد المغرب معناها صار برشا احداث وكل شيء ديجا قبل كي يبدا صغير راقد في الليل يحطوا بحذاه غربيل كيبدا راقد برا يقول لك ضو القمره ودرا شنو ثم وحده ثم تو خرافه اخرى بسيطه ياسر فهمتش قداش قعدوا يخموا فيها ناس قبل والله الله يهديهم ويسامحهم يقول لك ما تخليش يقول لك ما تخليش ستوشك فارغ حسب رايك معليش باش ما تفلسش باش ما يفرغش من الفلوس حط فيه حتى 20 فرنك انا شوف اللوجيك شوف اللوجيك هو كي ما يقعدش معنا فارغ فيكتيفمون في فلوس صحيح قلت لك قداش قعدوا يخموا فيها معناها هما فاضيين يخموا برشا قول لك ما تخليش الدار ظلام كيف يتيح المغرب مش مليح عديت ايه الخراف رقم 19 ايه ما تكنسش في الليل هذه والله هاي علاش تهرب الرزق باش تهرب الملايكه خاطر على خاطر الرزق في الليل يضيع تهرب الرزق فهمتك رقم 20 ما تخليش شلاكه مقلوبه خاطر الشيطان شي يعمل الشيطان يقعد غاد
تصور انت يقولوا خاطر الشيطان يصلي عشلك كمان افهمت عشلك والله معناها على حساب بكا شو والله ما فهمت يا جماعه هذه راهي موجوده في في برشا عادات راه حتى في العادات مش عادات راهم يمنوا بها لليوم راهو يمنوا بها لليوم ساعات تدخل الدار احنا مش كانت التوانسه برشا موجوده حتى موجوده في المشرق العربي وحذاء المشرق جيراننا موجوده راه اليوم صار تدخل الدار تلقى فيها عرك على شكل مقلوب لا حتى في روسيا وفي جماعه ذوك عندهم رفض في اوكرانيا في عندهم يا سيدي فما مقوله شهيره تقول رضينا بالهم والهم مرضى بينا يا لطيف قال لك ما تفحش على الدم خاطر مش مليح يلبسك جن خاطر يلبسك جن لا انا قلنا عاد رضينا بالهم خاطر يجيك الهم ريكسيون تاع امنه تو دخلتوها فيها في 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 بلاصه قاعده تخمم فيها قداش مره عملتهم هذو من الحاجات صورها باللي واحد في عيد الكبير معناها ديما نجيب على رمبوع الدم عليها به رقم 22 كي يعرضك قطوس اكحل ما تشوطوش ما تبققش اقرص لحذيك ما تبققش ما تغزرلوش برشا ما تغزرلوش ما تبققش في عيني يلبسك جن علاش يلبسك جن ليه ويلبسك الجن الاحمر اي هو مسكوك في مخاخهم من لك خويا مازال عندك حق في زوز انت وكاهو يدور لي الخرافه رقم 23 هذه مش نورمال كي شدك كرومب في ساقك يقول لك هذاك بو عواج وتليس يقول لك بو عواج مش هومونك بتاع كالسيوم ولا فيتامين لا يقول لك بو عواج اش تقول له انت اش تقول له انت حسب رايك يشدك البو عواج اش تقول له اي ترى الحاذق يفسر هذه اي قل له سيبني هكا تبدا انت في البحر بار اكزومبل وشد الدنيا مدعوكة والدنيا متاخذة وانت تقول له بو عواج سيبني لا ساقي تعواج سيبني ناخذك يقول له هكا سيبني الدجاج سيبني ناخذك وتتنحى هكا تصورها معناها انت تبدا يعلم بك ربي بالخوف ابو عواج صحيح معناها سيبني ناخذك وتتنحى شوف معناها انت القوه والحكمه وين رقم 24 ريت قداه مازالوا 24 هذوما مازالوا 24 لوست بالسيادة ما كي يدخل فرتته للدار ايش معناها تجي ضيف هذين عفوا يرجع الفرتته للنار اللي تحرقوا معناها فما واحد مسافر وانا مش ليك انا نبدا نجري ما احكي لكمش على السيناريو ويت تاع الفرفته في سرتو سبت واحد ما عندكمش فكره ما عندكمش بضيف سرتو سبت واحد ما عندكمش خلي فرفته عليه وراه باش ليك ما عندكمش فكره ملي يدخل الصيف فما فرفته في بيتي نبدا نجري في وراه صيف كامل كل ما ندخل البيت نلقاه في الضو يشعل هو يبدا يطير هكا فجاه سكوت على الضيف ما جاش انا سبت واحد باش ليك الخرافه رقم 25 قربنا له فيه قربنا ما تلعبش في النار تحرقك بيان سور ما تلعبش بالنار في النهار تعملها سي نورمال على خط حسب رايك هاي تصوروا هذيا ما تلعبش بالنار في النهار شو يصير لك تتحرق شوش تدخل سي نورمال تتحرق لا حصل لي ضحكه ام تعملها يقول لك تعملها على روحك في الليل يا لطيف يا لطيف كل والله خطيها النار والله مظلومه اللي بعده اخوي اللي بعده رقم 26 عينيك ترف هاي سهلة عادية ربي كانك عشر لفي كانك عشر كيفك هي ذيك معروفة اما ايش باش يصير حاجة خايبة حاجة صحيح الامنة الثانية تصب لمتر اي اليمين واليسار اليمين فيها حكاية اليسار فيها حكاية انت قمر اليمين تصب لمتر والاخرى رقم 27 قبل الاخيرة اي ما تقعدش على مخدة حسب رايك هذه من البنات راه اي برشا يقول لك ما يتوالش يدور لي ما تاخذش راجل اكثريه للبنات ما تاخذش راجل لا تساعدك يرقد لا مربوطه بالولاده والحبال وكل شيء ما تجيبش تعقل ما تجيبش ولي عاقل لا ما تجيبش ولاد بنات ما تجيبش ما تجيبش البنات ما تجيبش البنات صحيت مخده لي واخيرا مش نكملوا واخيرا مش نكملوا شويه من برشا راه معناها ما حبيتش لا ترى عملوها صغيره الخرافه رقم 28 والاخيره ما تقعدش في العتبه نتاع الباب كيف المفاجاه لا اكيد انبسطتوا انا ميس يو لونج تايم حسب رايكم معلش سد باب ما تخليش شكون عكس الشيطان المليكة تتعدى ما تخليش المليكة تتعدى وهذه كانت كاسك ساحر كاسك ساحر ايش قولك قديش من واحدة عملتوها وما تسخيلوش معناها تحديت العادات وتقاليد وعملتها
من انا ليك اللي تقول لي حاجه نعمل عكسها. انا قسم الاظوافر الكنسين في الليل الكل كل عم فيهم كل عملناها صحيح اشغال نسويه ورجاليه الكل عملناها قلبين الشليكه لما تحكيش قلبين الشليكه لين انا كي ندخل الدار تولي تدخل شنو تولي لازم صحيح تولي رفليكس عندك تولي انت ستريسي من الحكايه حتى انت ما تعنيكش الموضوع تقول خنقص الحديث هيا برا خليني مش نقلبها شليكه. نتذكر مره نحن انا صغير سلفنا شكون وقتها نعرفوه سلفناه سلوم قاعد باش يخدم بيه مرمى كل شيء مشينا له بعد المغرب جاتنا كايرو جون باش نرجعوه فهمتني سلوم حشنا استنى قال والله لا يخرج من الدار والله قلت لك مره بوما مسكينه والله لا يخرج من الدار الدار ماتوا في الحومه زوج حسب رايك شنو هي التعله شنو هي التعله معناها قال لك السلوم مش مليح قال تحب تقتل لي واحد عزيز علي والله قلت لك مره بوما مره بوما مسكينه خطيها متعديه وقفت فوق السطح نتاع دار في حومه ماتوا زوج بعد شهر تقريبا البوما هي البوما هذه توني متحدك البوما نتاع كل عام هذا هو عادتنا وتقاليدنا والله يعطيك صحة حمزة على الغشيخ شخيق اللي عملتها وضحك المزينة اللي دخلتها شاء الله هكا توصلكم مما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا سينو هذه كانت هيتش عندك هيتش عندك هيتش